بزاف ديال المؤسسات المهمة ما كنعرفوا عليهم والو، وخا عندهم دور كبير في تنمية بلادنا. من بين هاد المؤسسات كاين صندوق الإيداع والتدبير. شكون هاد المؤسسة وشنو المهمة ديالها؟ صندوق الإيداع والتدبير أو CDG هي مؤسسة عمومية تأسست في سنة 1959، يعني في الوقيتة ديال استقلال المغرب. من السمية ديالها كنشوفوا أنها مقسمة لجوج أقسام، الإيداع والتدبير. بالنسبة للإيداع، صندوق الإيداع والتدبير هي منظمة لتأمين المدخرات الوطنية للودائع، بمعنى الفلوس اللي كيتعتبروا حساسة في البلاد هي اللي كتقوم بالحفاظ عليها، بحال الفلوس ديال صندوق الضمان الاجتماعي، الموثقون، وصندوق التوفير الوطني. أما بالنسبة للتدبير، فصندوق الإيداع والتدبير من غير أنه كيحافظ على الفلوس، فهو كيحاول يوظفهم من خلال مشاريع واستثمارات طويلة الأمد وفي جميع ربوع المملكة. من طبيعة الحال المركز وطبيعة الأموال اللي كيتعامل معها كيخليهم يتعاملوا بدقة كبيرة في اختيار المشاريع وأيضا الإدارة ديالها. المشاريع اللي قام بها الصندوق كتيرة وفي عدة مجالات، وكيركز على مجالات بوجه الخصوص بحال التقاعد، القطاع البنكي والمالي، قطاع العقارات والتهيئة الحضارية، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، الأقطاب الفلاحية والمجمعات المخصصة للصناعات الغذائية والمحطات السياحية ومناطق ترحيل الخدمات. ما نساوش أن CDG هي اللي أنقذت محطة السعيدية وأعادت تشغيل محطة تغازوت، وأنها كانت وراء تثبيت مصنع رونو طنجة ومصنع بيجو في القنيطرة. وطورت بزاف ديال المشاريع المهمة بحال مناطق صناعية ومناطق ترحيل الخدمات، مشاريع ديال التنمية الحضرية، محطات سياحية، وهادشي كله في العديد ديال مناطق المغرب، بالإضافة إلى احتضانها مشروع طنجي ميد واستمرارها في مواكبة تطويره. هادي 60 عام والCDG كتقوم بدور مهم بزاف في خلق فرص الشغل ومواكبة الرهانات الاقتصادية والمساهمة في التنمية ديال بلادنا. صندوق الإيداع والتدبير عنده مهمة مزدوجة كبيرة، أولا أنه كيحمي المدخرات بالفلوس، والمهمة الثانية أنه كيستثمرهم باش يدعم اقتصاد المغرب، وهادشي اللي كيعطي هوية مميزة لصندوق الإيداع والتدبير وكيتلخص في شعاره العمل معا من أجل مغربي المستقبل.